ما هي أبرز عوامل أبرز العوامل التي ساهمت في إفشال الاتحاد السوفيتي وانتهت بخروجه من أفغانستان؟ تحياتي لكم أستاذ محمد وللمشاهدين جميعا. بداية أعتذر لأن الإنترنت تعبان شوي عندي هذه الليلة. لا عليك لا عليك دكتور تفضل. نعم، وبالنسبة ما تفضلت، حقيقة قبل 33 سنة دخلت الاتحاد السوفيتي، أو كانت يعني الأيام الأخيرة لهزيمة الاتحاد السوفيتي في عام 1989 ميلاديا. طبعا الاتحاد السوفيتي آنذاك كانت تحكم على أكثر من 17 جمهوريات في آسيا الوسطى، وكانت لديها أمال في تمدد سيطرتها في المنطقة سياسيا واقتصاديا وجغرافيا. على أساس ذلك بدأت حربها على أفغانستان واحتلالها على أفغانستان، طمعا في احتلال بلاد الأفغان وجعلها جزءا من الاتحاد السوفيتي، وكذلك الوصول إلى المياه الدافئ والوصول إلى الجنوب آسيا واستمداد سيطرتها في المنطقة بشكل كبير جدا. ولكن لما دخلت إلى أفغانستان فتغير الأحوال كاملا، حيث واجهت بمقاومة الشعب الأفغاني التي كانت لديها خبرة في هزيمة الإمبراطوريات وهزيمة القوات الكبرى عالميا، فكانت يعني فشل الاتحاد السوفيتي على المستوى العسكري والسياسي وحتى جغرافيا كانت بدايتها من هزيمة أفغانستان، والتي ترجع إلى عام 1989 ميلادية.